نظمت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم جلسة الحوار المجتمعي الثالثة للمراكز والقرى التي تستعد لإطلاق مبادرة حياة كريمة في المرحلة الثانية منها بداية من يناير القادم. شهدت الجلسة استعراض إمكانات التطوع بالمؤسسة والمخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة في عدة مجالات، واكتمال الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقرى مركز طمية تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقا لكل مشروع. كنا موجودين النهاردة مع أهالينا مع حشد كبير جدا من مركز طمية في قرية كفر محفوظ، تشريف السيد المحافظ والسيد النائب وجميع الأجهزة التنفيذية. اتكلمنا مع أهالينا، شفنا طلباتهم، عرفناهم أن المبادرة إن شاء الله هتغطي جميع احتياجاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم. عرفناهم أن المبادرة بتحول القرى اللي كانت موجودة في الريف لقرى نموذجية، سواء بدخول شبكات كهرباء وشبكات مية وصرف صحي وغاز طبيعي. يعني دايما كله بيتكلم عن الصرف الصحي، وده مطلب يعني أساسي ورئيسي. يعني الطرق برضو للكهرباء، يعني مثلا يعني دعم الكهرباء، محول الكهرباء بخصوص مثلا عزبة عبد الحميد القاسي، بينقصها مثلا شبكة النت عشان طلبة المدارس، وده طبعا يعني شيء مهم جدا وأساسي. احنا جينا النهاردة نحضر المؤتمر عشان نعرض مشاكلنا وعلى حياة كريمة تامة.